باسم الآب والابن والروح القدس الإله الوحداني. والسكتش جميل، بس مش عارف كل مرة لازم هيجوا الجماعة دول يفتقدوهم، ولو حصلت خناقتين تلاتة هيجوا يفتقدوهم، ولا ممكن يعني نعمة ربنا اللي جوه تشتغل كده. ها، نعمة ربنا اللي جوه تشتغل، عايزين نعمة ربنا اللي تشتغل جوه جوه القلوب. عموما هكلمكم موضوع مش بعيد عن الموضوع ده. الموضوع بتاع النهارده هو عن الشهادة الحية. احنا مفروض نشهد لربنا شهادة حية. يعني ايه شهادة حية؟ يعني ها، يعني ايه شهادة حية؟ هل قدام ولادنا وفي بيوتنا نشهد بوجود الله في حياتنا؟ فالشهادة الحية هي شهادة بوجود الله العامل فينا واللي مالي قلوبنا. عشان كده اسمها حية. حية يعني ايه؟ مش كلام. اسهل شيء ان انا اشهد بلساني، اقول انا بحب ربنا، ربنا بيحبني، اي حاجة اقولها. لكن الشهادة الحية هي عمل. الكلام اللي بكلمكم بيه هو ايه؟ روح وايه؟ وحياة. خطورة الشهادة الحية ان هي شهادة بتأثر في ولادنا، بتأثر في الجيل اللي جاي. ربنا عايزنا نبقى شهود ولا مش عايزنا نبقى شهود؟ عايزنا نبقى شهود. اقول لكم حاجة تثبت الكلام ده، ان ربنا عايزنا نبقى شهود. الله في زمان لما قال لابراهيم، قال لابراهيم: ابراهيم انا مش هخفي عنه واعرفه اسراري. ليه يا رب تعرفه اسرارك؟ قال عشان ابراهيم هيصير ام عظيمه وهيوصي بيته ولاده من بعده. فاحنا شهود لاولادنا في البيت. شهود لمين؟ لاولادنا في البيت. اللي شاف شهاده حيه في البيت، الطفل الصغير اللي شاف شهاده حيه في البيت، سهل انه يعيش مع ربنا، وسهل انه في حياته بعد كده يبقى ناجح، لانه شاف شهاده حيه، شاف شهادة في البيت. يعني اللي ما تعلمش الكذب في بيت بابا ومامته، تفتكروا بعد اللي ما تعلمش ما شافش بابا ومامته بيكذبوا على بعض، تفتكروا ممكن لما يكبر يبقى كذاب؟ هو ما شافش الكلام ده وما يعرفش الكلام ده، ما يعرفش غير ان هو يقول الصدق. اللي شاف باباه ومامته في وسط المشاكل بسهولة بترجع الأمور تاني، بصلوة، بضبط للنفس، بتسامح، بعد شوية زواجه هيبقى ناجح. فعشان كده احنا بنقدم شهادة ومطلوب مننا نقدم شهادة. هل ده السؤال اللي بسأله؟ لازم نقدم شهادة؟ طب ما ربنا يعلمهم من غير ما البشر يقدموا شهادة. هل لازم البشر يقدموا شهادة؟ أقول لكم على آية جميلة في سفر الأمثال. بتقول إيه الآية دي؟ بتقول إن الحديد بالحديد يحدد. يعني إيه بقى؟ الحديد بالحديد يحدد، الحديد بالحديد يحدد، والإنسان يحدد وجه صاحبه. يعني الحديدة اللي هنعملها سكينة يفضلوا يخبطوا فيها ويرفعوا السن بتاعها وبعدين يبردوها بمبرد حديد لما تبقى ايه؟ تبقى مظبوطة. فبرضو نفس الوضع، البني آدم يقدر يشهد للبني آدم اللي زيه. يعني صعب قوي ان انا اجيب ملاك معايا على طول عشان يشهدني ويعلمني، لكن الشهادة تيجي منين؟ البني آدم. انا اشهد لابني واشهد لمراتي بمصداقيتي، والزوجة تشهد لزوجها بمحبتها. فبنعلم بعض ونفهم بعض، خصوصا لولادنا الصغيرين. عشان كده كنا في كده شعار مرفوع كده يقول: هيتربوا زي ما احنا عايشين مش زي ما احنا ايه؟ عايزين. هيتربوا زي ما احنا ايه؟ عايشين مش زي ما احنا عايزين. فاذا الشهادة مهمة جدا في البيت. انت بتشهد لولادك ازاي؟ انت بتشهدي لولادك ازاي؟ الشهادة اللي بتقدميها، هل الانسان بيقدم شهادة سيئة عن الحياة، عن الزواج، عن التصرف وسط المشاكل، ولا بيقدم شهادة حلوة لحساب ربنا؟ فده السؤال اللي بنسأله.
عشان كده احنا محتاجين، الله عايزنا احنا نشهد لبعضنا. وفي آية جميلة تقول انتم شهودي، يبقى احنا الشهود لله في البيت. اذا كنا الشهداء بنمجدهم لانهم شهدوا ربنا، فنحن نمجد ايضا الاباء والامهات اللي بيشهدوا، والجدات والجدود اللي بيشهدوا لاحفادهم، بيشهدوا لاحفادهم. اذكر قصه، القصه دي كان واحد في الشغل، بيشتغل في الشغل في مكتب محاسبه، وبعدين بيقول ان كل في الشغل النظام انهم بيضربوا الفواتير ويغيروها عشان الضرايب للعملاء. هم كده النظام كده في المكتب ده. فهو تعب من الطريقه دي، قال لصاحب الشغل انا مش هشتغل على كده. فقال له خلاص بلاش، اشتغل في مكان تاني ويبقى في زملات ليك يضربوا الفواتير وانت لا. قال له لا برضو لا. لا ليه يا ابن الحلال؟ ما قلت مش عايز اضرب فواتير وقلت لك ماشي. لا ليه؟ قال له لا انا ما اقدرش اشتغل برضو ان اخلي زملاتي يضربوا الفواتير، اما هو انا بتشارك برضو، يعتبر كده ايه مشاركهم في نفس الايه الجريمه دي. المهم هو جه وقال لي انا ايه هطلع من الشغل بسبب كده. فانا قلت له يا ابني الراجل ريحك، طيب هتطلع من الشغل برضو يمكن ما تلاقيش شغل. قال لي لا يا ابونا انا ليا خبره سابقه، ابويا زمان في الشغل بتاعه تعرض لموقف ان يشهد للحق وطلع من الشغل بسبب حاجه زي كده وربنا ما سابوش. ربنا ايه ما سابوش. اذا هنا هو خد شهاده سابقه قبل كده عن والده، وهو ايه الشهاده دي قعدت جواه مطبوعه، عشان كده اثرت فيه لما كبر بقى امين هو كمان. لكن العكس، لو في شهاده وحشه بنقدمها لاولادنا احنا مش بنخدم المسيح. الشهاده بتاعتنا للمسيح هي شهاده حب له. اوعى حد يقول انا بحب المسيح وبصلي وعنده مقدره انه يتخاصم اسبوع واسبوعين وثلاثه في البيت، وزي ما سمعتم انه ايه ممكن يبقى مقموس وما بيتكلمش، وبنعامل بعض معامله سيئه جدا ونلقح على بعض بالكلام. طب يبقى ازاي شاهد للمسيح؟ المسيح عمل كده؟ هو المسيح عمل كده؟ سمعته على المسيح اتقمص من حد وقعد مقموس مثلا من يهوذا عشان بيسرق الصندوق فما عملوش حلو، وكل شويه يقول له يا انت يا انت، او يا بطرس قول له كذا سوي له كذا، وقعد يذل فيه. ها؟ نوع من الاذلال، خلي بالكم ان واحد زوج يعامل زوجته بنوع من الاحتقار او ما يكلمهاش او يحطها في دماغه كل شويه يدخل يتلكك لها، او العكس، او الزوجه تتقمص على زوجها وتبتدي تاثر في واجباته على اساس ان هي ايه عايزه تفهمه ان انا برضو اقدر اعمل فيه كتير. فعشان كده فين محبتنا للمسيح اللي تبان في شهاده للمسيح؟ لو كنا بنحب المسيح فعلا مفروض تبان محبتنا للمسيح في سلوكنا. عشان كده بيقول اللي بيحبني يحفظ ايه وصاياي، يحفظ وصاياي. فاللي بيحب المسيح يبقى عايز ان هو يعمل وصيه المسيح، ما يقدرش ما يعملهاش. يعني يوسف الصديق لما قال كيف اصنع هذا الشر العظيم واخطئ للرب، هنا هو تحاسس انه لو غلط هيغلط في حق ربنا. طب ما انا كمان زوجتي او زوجي لما انا اخلي البيت كله نكد، انا كده بقى ايه بوتر البيت كله، وبعيش العيال في جو منين؟ من النكد الشديد، جو من الوجع والالم، لدرجه في اولاد يبقوا كرهوا البيت، كرهوا البيت بحق وحقيقي، كارهين البيت، كارهين القعدة في البيت. فأنا كده ما قدمت شهادة حلوة للمسيح. يبقى إزاي عايز أربي ابني أو بنتي مخافة ربنا وعايز أضمن له أنه هو ما ينحرفش؟ طب ما هينحرف كده، هينحرف. عشان كده محبة المسيح فين؟ بحيث أشهد للمسيح. الشهادة بتاعة المسيح عايزة مننا ان الشهادة دي تبقى جوه الاول في قلوبنا قبل ما ايه ما تطلع برانا. يعني ايه جوه في قلوبنا؟ يعني الروح القدس خلانا نحب المسيح المتضع، الروح القدس خلانا ان احنا نؤمن بالتسامح والغفران بتاع المسيح. يبقى الشهادة جوايا انا،
شهادة المسيح هي ايه جوايا. عشان كده القديس يوحنا الحبيب بيقول لنا كده في الرسالة بتاعته، يقول ويعلمنا ان ايه، ان الشهادة، يقول الذي كان من البدء، الذي سمعناه، الذي رأيناه بعيوننا، الذي شاهدناه ولمسته أيدينا من جهة كلمة الحياة. فإن الحياة أظهرت، الحياة إيه؟ أظهرت يعني بقت واضحة لينا. الحياة دي اللي هي مين؟ للمسيح. المسيح بقى ظاهر لهم، للقديسين دول والولاد ربنا ظاهر ليهم المسيح، فعرفوا المسيح وفهموا يعني ايه المسيح اتضاع ومحبته، وبقوا يحبوا الاتضاع بتاع المسيح والمحبة بتاعت المسيح، ويحب الغفران بتاع المسيح، ويحبوا طريقة المسيح في الاحتمال. لكن لو واحد ما بيحبش الحاجات دي في المسيح وما عرفش جمالها قد ايه، ده ازاي يبقى الشهادة جواه؟ لا بالعكس، ده يبقى ضد للمسيح، مش عاجبه المسيح، مش عاجبه المسيح المتضع، مش عاجبه المسيح اللي بيغفر، مش عاجبه المسيح اللي ايه اللي بيصبر. لكن هنا بيقول الحياة أظهرت، وقد رأينا ونشهد ونخبركم بالحياة الأبدية التي كانت عند الآب وأظهرت لنا. وبعدين يقول الذي ايه، الذي رأيناه وسمعناه نخبركم به. سمعت ايه؟ سمع المسيح الحنون، سمع المسيح اللطيف اللي بيغفر، سمع المسيح اللي بيبني المحبة تبني، فبالتالي حب المسيح على المنظر ده والطريقة ديت، وهو مؤمن بيه، مؤمن ان المسيح بتاعه فيه الكمال، فيه كل الحاجات دي اللي فيه فيها كمال، فبقى يحب المسيح، يحب اسلوب المسيح، وبالتالي لما بيحبه يقدر ان هو كمان ايه يشهد للمسيح اللي جواه بنفس اسلوب المسيح اللي اتصرف بيه، يتصرف هو كمان، يتصرف بنفس الاسلوب وبنفس الطريقة. فلازم نكون واقعيين مع نفسنا، هل احنا فعلا بنحب المسيح؟ لو بنحبه نبقى مقتنعين بوصيته وبنحفظها وبنعملها. لكن لو واحد قال انا بحبه بس ايه، بس مش عاجبني في المسيح انه بيتسامح، او قال زي بعضه عاجبني المسيح المسامحة حلوة بس انا مش هتسامح، ما يبقاش بيحب المسيح ولا عنده الشهادة جواه اللي هي ايه الشهادة للمسيح جواه. فاذا الشهادة للمسيح هي حب للمسيح المتضع المحب البازل اللي وصيته اثق فيها، كل كلامه صدق. لما يكلمني عن المحبة يبقى المحبة هي الحق وهي الصدق، لما يكلمني على الغفران يبقى هلاقي نفسي في الغفران وهجيب نتائج حلوة قوي في الغفران، لما يكلمني ان انا اثق في الاخرين واحبهم في زوجتي والزوجة تثق في زوجها، يبقى كده زي ما هو عمل مع التلاميذ وقال لهم انتم احبائي، يبقى انا لو عملت كده انا كسبان. لكن لو انا شككت في كلام المسيح يبقى الشهادة مش جوايا. عشان كده عشان تشهدوا للمسيح لازم تبقى الشهادة فين؟ جواكم. يعني ايه الشهادة جوايا؟ يعني انا حبيت المسيح بالطريقة دي وكشفت لي عظمته، فبقيت احبه، بقيت احب في المسيح كل حاجة حلوة. احد القديسين الشهداء هو غالبا القديس اغناطيوس، وده كان سنه 84 سنة، فقالوا له اشتم المسيح، وهم بايه عايزين يعذبوه، قالوا له اشتم المسيح قبليها واحنا نسيبك، قال له ما اشتمه ليه، ما شفتش فيه حاجة وحشة، حبه، حابب المسيح بكل ايه بكل الحاجات الحلوة اللي فيه دي، مقدر قد ايه مسيحنا غالي، قد ايه وصيته حلوة. اللي يحبني يحفظ ايه؟ يحفظ وصاياي. طب الشهادة دي جابها ازاي؟ من الروح القدس. يقول الروح يشهد لأرواحنا ويخلينا الروح أولاد له. الروح يشهد لأرواحنا يعني يكشف لنا ويفهمنا ويعلمنا قد إيه عظمة المسيح. طب الروح ده نجيبه منين؟ هجيبه منين غير في الصلاة؟ هجيبه منين غير في كلمة ربنا؟ هجيب الروح منين غير إن أنا ماشي مع الله والروح القدس بيعمل فيا من خلال الأسرار ومن خلال الأسرار المقدسة ومن خلال مخافته. ففي ناس أتقياء يحبوا المسيح
وبالتالي المسيح يظهر في حياتهم كشهادة، يظهر المسيح في حياتهم كشهادة حية، يبقوا شهود، أنتم شهودي، لأنهم حبوا المسيح وقربوا منه، وبالتالي حياتهم بقت تشهد للمسيح القدوس. الحياة بتشهد، تصرفاتهم، كلامهم، كل حاجة بيعملوها تشهد للمسيح. عشان كده هل نحب نبقى شهود للمسيح؟ لو ما شهدناش للمسيح يبقى ما اعترفناش بيه كإله عظيم، وصية عظيم. ولو ما اعترفناش بيه هيقول من ينكرني يبقى أنكرناه، ولو ما اعترفناش بيه وأنكرناه يقول من ينكرني قدام الناس أنكره قدام إيه؟ ملائكة أبي اللي فين؟ في السماوات. عشان كده هل أنت تعترف للمسيح وتشهد له؟ هل أنت تعترفي للمسيح وتشهد له؟ نقول نعترف لك، ننطق بمجدك، نشكرك، هل بنعترف له؟ فالاعتراف للمسيح يساوي أن المسيح حبيبي ومحبوبي زي ما هو كده المسيح. أنا مش عايز مسيح معدل له صفات تانية على مزاجي، أقبله كما هو بكل جماله وبكل إيه؟ وبكل سموه، كل عظمته، كل حكمته، هقبله، هقبل المسيح ملك على قلبي وحياتي. وزي ما بقول بولس الرسول تمثلوا بي كما أنا إيه؟ كما أنا أيضا بمين؟ بالمسيح. فإذا حياتنا مش عشان نعيشها زي ما احنا عايزين، ده احنا عايشين لحساب ربنا وبنشهد للمسيح في حياتنا، بنشهد له. تشهد لابنك وتشهد لبنتك قد ايه المسيح ده غالي فيحب المسيح من خلالك. لازم نشهد. هتقول لي بيروح مدارس الاحد، بيودوا مدارس الاحد، مش كفايه. الاعظم من مدارس الاحد هي ايه؟ هي انت بتشهد للمسيح لابنك بالمسيح ازاي، تشهد له ازاي. الشهادة للمسيح محتاجة ثبات فيه. يعني ايه ثبات فيه؟ يعني في كل موقف يجي عليا المسيح نمرة واحد ماسك فيه، ما بسبوش، ما ايه، ما بترجعش عنه، ثابت في كل المواقف، مواقف صعبة، مواقف حلوة، مواقف. يعني مثلا لما يجي موقف صعب في مرض لحد في البيت او لأي حاجة، شهادتي للمسيح هنا هل ثقة فيه وصلاة وإيمان إن الله موجود وبيمد إيده وحاسس إن الله هيتدخل، ولا أنا شهادتي للمسيح شكلها إيه؟ لو تعرضت لضيقة زي كده، الطرف الثاني اتكلم كلمة وحشة ولا قال حاجة وحشة ولا شك فيا ولا تصرف بطريقة وحشة، هل سوري يعني هرد عليه صغصغين ولا أشهدت للمسيح زي ما هو تصرف؟ الذي لم يكن يشتم، لم يكن يشتم، عندما شتم لم يكن إيه؟ لم يشتم وما هددش، كان ممكن يهددهم، يقول لهم ده أنتوا هتشوفوا أيام سودة لو ما سبتنوش ونزلتوني على الصليب، أنتوا فاكرين إيه؟ ده أنتوا في العذاب الأبد هيجرالكوا يجرالكوا يجرالكوا، كان ممكن يقول كده، لكن المسيح فضل بالحب يتصرف وما يشتمش عوض عن شتيمة ولا يهدد. فأنا شهادتي إيه لما الطرف التاني يغلط فيا؟ هل عندي اتضاع أقدر أقدمه ولا لازم إيه أفضل إيه أحاور وناور وحاور وناور؟ ممكن الإنسان بالتضاع يتضع، يتضع يعني إيه يتضع؟ يعني يسمع الكلمة ويهدى شوية، أنا مش هرد عليك أو عليكي دلوقتي، معلش هرد بعدين، ودي بالكم يرد بعدين. هل في عتابنا لما نيجي بنعاتب بعض بنتضع مع بعض، ولا العتاب اتهام؟ قل انت ما بتفهمش، انا قلت لك 100 مره كذا، او هو يقول لها انت اصلك مش عارف كل بالمنظر ده على طول، وانت اللي بتعمليه دوت هوريكي قصاده. هل العتاب كده؟ العتاب شكله ايه؟ من اوحش حاجات بتحصل بينا العتاب، لان العتاب بيجيب ايه؟ تبقى مشكلة صغيرة، عتابنا مع بعض ايه؟ يجيب يكبر الموضوع.
وبعدين يطلع بره اروح اتهم اقول له والدتي، ولا هو يقول لي والدته، ولا والايه والاسره الكبيره تقع في بعض. مش ده العتاب، العتاب الرقيق. عايزين تشوفوا عتاب رقيق المسيح عاتبه؟ المسيح بيقول للراجل اللي لطمه، بيقول له ايه؟ خلي بالكم. طبعا المسيح احتمل اللطم وما انتقمش من الراجل ولا خد حقه من الراجل اللي لطمه العبد، لكن بيقول له حاجة. خلي بالكم بيقول له ايه، شوفوا طريقة العتاب اللطيفة. بيقول له لماذا طلتمني؟ حتى الراجل قدام عقله وقدام ضميره، انت بتلطمني ليه؟ ان كنت قد تكلمت راضي. كأن الغلطة عن المسيح وانا اتكلمت وحش. يعني لما يجي واحد يعاتب زوجته يقول لها انت زعلانة، انا غلطت فيكي في ايه؟ انت زعلانة مني، هو انا غلطت فيكي؟ ايه الغلطة اللي غلطت مثلا؟ يعني انت متضايقة مني ليه؟ غير لما اقول لها انت كل مرة بالمنظر ده، وانت شرسة، وانت مفترية. في فرق بالعتاب ده والعتاب ده. كأن المسيح هو اللي ايه، كأنه هو اللي ايه، انا غلطت قول لي في ايه. طبعا المسيح عارف انه ما غلطش، ما عملش حاجة وحشة، لكن بيتضع في العتاب بتاعه للراجل ويحطه قدام ضميره. لماذا طلتمني؟ ان كنت تكلمت راضي وانا اتكلمت راضي، وانا اسأت ليك في حاجة؟ اسأت لك في ايه؟ فقد وانت بتعاتب تقول انا اسأت لك في حاجة، تكون مش واخد بالك وتكون اسأت فعلا، تقول لك اه انت قلت لي كذا. طب ما تزعليش، خلصت خلاص، ما تزعليش، انا غلطان لك مثلا. او هي مثلا هو بيسأل بيكلمك، هي نفس الوضع، تكلمه بنفس الاسلوب اللطيف الهادي. فهنا العتاب عايز نتعلم المسيح. وبعدين بيقول له طب لو ما كنتش اتكلمت راضي، طب انت بتلطمني ليه؟ وسابه على كده، ما قالوش بقى تعالى بقى انا اثبتت لك ان انت ايه. خلي بالكم، لان ساعات العتاب يبقى كل واحد عايز يجيب لمسة اكتاف. يعني ايه لمسة اكتاف؟ يعني تنزل تحت وتعتذر لي، وقدام ابويا، وقدام مش عارف مين، وتعمل لي ايه. طب ليه كده؟ ما خلاص، ما انت فهمتي او انت فهمت ان هو بيعتذر، مش لازم تجيب لمسة اكتاف يعني وتزله تحت يعني. ها، وساعات كمان يبقى بشروط كمان، بشرط تجيب كذا او تعمل كذا. نشوف الاشكالات الزوجية ساعات، لك طب يجيب شقة جديدة، هي عارفة انه مش قادر يجيب شقة جديدة، ونرجع من الايه، من الغضب من عند ابويا، وصاد كده يجيب شقة جديدة. طب هل هو دي طريقة المسيح؟ هل دي طريقة المسيح؟ عشان كده لو انا بحب المسيح استحرم ان انا اكبرها، واقول لا اكبرها ازاي ده كله؟ يمكن غصب عنه، يمكن غصب عنها، هي بتشقى كتير، هو بيشقى كتير، ها؟ اعصابها مش قد كده اليومين دول، تعبانة متضايقة في حاجة، اعصابه كذا. يبقى هنا الانسان محب بجد زي المسيح. يا رب دول ناموا في البستان، التلاميذ ناموا في البستان والمسيح في ساعة ألامه. يوم المسيح اللطيف يقول لهم ايه؟ كل مرة يقول لهم ايه؟ اما قدرتم ان تسهروا معي ساعة واحدة؟ وبعدين يجي لهم مرة تانية، اما قدرتم؟ وبعدين قال لهم ايه؟ شاف ما فيش فايدة، قال لهم ناموا الان واستريحوا. وبعدين قال لهم الروح نشيط والجسد ايه؟ ضعيف. فين نشيط يا رب؟ دول واحد هرب بعد شوية، ترك الإزار بتاعه وهرب على عريه، والباقيين اتشتتوا كل واحد في ناحية، بس المسيح يدافع عنهم، يدافع عن، ما انساش ان هم احبائه. فعشان كده كيف نشهد للمسيح في بيوتنا؟ هل نشهد للمسيح في بيوتنا ان احنا ناس اتقية وبنصلي؟ بحس الشاب او الشابة لما يكبر يكون يقدر يصلي في البيت. ساعات بيجوا شباب نقول له صلي في البيت، يقول لي لا ما اقدرش اصلي في البيت. ليه يا حبيبي ما تقدرش تصلي في البيت؟ اتكسف، حاجة غريبة ما حصلتش قبل كده في البيت، اختراع. يقولوا له انت بتصلي؟ ايه ده؟ لا شاف بابا بيصلي، ولا شاف ماما بتصلي، ولا شاف صلاة في البيت، ولا شاف حد فاتح انجيلي. يتريقوا عليه بقى ولا يعملوا ايه معاه بقى؟ ايه ده؟ يقف كده ويرفع ايديه للسما ويصلي والناس تشوفه؟ فدي ايه؟ فين القدوة اللي بنقدمها والشهادة اللي بنقدمها للمسيح؟ فين الأمانة في عبادتي؟ الإنسان يكون له أمانة في عبادته، كل يوم حد ومن بدري بروح أصلي
وبروح القداس ولا كل يوم جمعة ولا كل يوم سبت، ازاي انا ليا قداس بصليه وبدقة مواعيدي بدقة؟ فين المصداقية بتاعتنا ناحية ربنا؟ انسان صادق ناحية ربنا وناحية الكنيسة وناحية فين ده كله؟ فين مصداقيتنا وشهادتنا من ناحية جيراننا والعيلة الواحدة؟ ساعات الواحد يقابل العيلة يكلمهم حلو وبعد شوية يقول ده صفته وكذا وبتاع قدام العيال. عارفين القصة المعروفة بتاعت الايه؟ بتاعت البنت الصغيرة اللي كانت بتقول امها جارتها جت قعدت معاها ولا قريبتها، وبعدين قالت لها ايه؟ كانت بتقول عليها بوشين. فجت البنت الصغيرة لما جت جارتهم تبص على ظهر الست، قالت بتبص يا حبيبتي، قالت لي ماما قالت ان انت بوشين، بدور على الوش التاني بتاعك. فايه هل نحن ايه راينا احنا في معاملاتنا مع الناس؟ ازاي عايزين نربي ولادنا كويس واحنا ايه؟ واحنا بنشهد شهادة سيئة جدا في بيوتنا، وبعدين خايفين على الجيل التاني هيطلع شكله ايه؟ هيطلع شكله ايه الجيل التاني؟ هيطلع شكله ايه الجيل التاني؟ ما هيطلع متأثر بالشهادة السيئة اللي شافها واللي ايه عاشها. مشكلة الشهادة دي بتاعت البيت ان بتتعاش، هو بيعيشها كل يوم، هو بيعيشها كل يوم وهي بتعيشها كل يوم، البنت الصغيرة والولد الصغير كل يوم بيعيشوا ديت وبيشوفوا ديت مع بابا وماما. بعد شوية تقول لا يا ولد غلط تعمل كده. غلط ايه؟ انا فاكر في بيت من البيوت دخلنا البيت وبعدين للأسف العيال قالوا بابا بيشرب شيشة جوه في الأوضة. العيال لا جوه في الأوضة. العيال هنا العيال ايه؟ وين نقدر نقول له ما تشربش سجاير للواد اللي سنه اعدادي؟ اقول له ازاي ما تشربش سجاير وهو بابا بيقول دي الشيشه جوه وبابا طول النهار بيعمل كذا؟ ولا سوري في الكلمه زعلوش مني، تيجي بنوته تقول لي بابا بيكلم واحده تانية غير ماما، قلت لها يا بنتي ما انت اتهيألك. تقول لا انا سمعته وشفته كان بيكلمها، يقول لك يا بنتي اتهيألك. تقول لي لا انا عارفه يمكن في الشغل بتاعه بس. تقول لي لا. هنا هو بعد شويه لو البنت دي راحت، عدم الامانه دي يبقى وضعها ايه؟ البنت لو دي لو راحت وعملت زي بابا او زي ماما. عايزين نكون امناء نشهد للمسيح. هل بتحب المسيح ولا انت عايز تبقى اسره مبروكه بدون ما تكون بتحب المسيح؟ فين التقوى والمخافه اللي تخلينا نشهد للمسيح شهاده حقه، شهاده حقه، شهاده مستعدين نموت عشانها حتى لو حصل ايه؟ شهاده ايه مظبوطه للمسيح. عشان كده يا ريت نصلي نقول يا رب خلي الداخل زي الايه؟ زي الخارج. قلبي يكون بحبك من جوه ويطلع عليا في تصرفاتي المحبه دي، واشهد لك في بيتي قبل ما اشهد لك فين؟ في الكنيسه. قد اكون خادم بس بعد عننا، خادم اه في الكنيسه لكن جوه الايه؟ جوه البيت معاملاتي سيئه جدا وغير امين مع الطرف الثاني. فبالتالي هنا يجدف على الاسم الحسن بتاع ربنا. عايزين شعارنا يكون ليضئ نوركم قدام الناس، ليروا اعمالكم الصالحه وايه؟ ومجدوا اباكم الذي فين؟ في السماوات. يبقى سبب مجد لما تطلع السماء فوق، ولما تطلعي السماء فوق المسيح هيقول لك انت شهدت لي قدام فلان وفلانه وفلانه وفلانه، وبسببك كان في خلاص لناس كثيرين. عشان كده انت ايه؟ انت اعترفت بي قدام الناس، وانا اعترف بيك او بيكي قدام ملائكه ابي الذي في السماء. صلوا قولوا يا رب ادينا نشهد لك، قولوا يا رب ادينا نشهد لك في بيوتنا. يا ريت دي تبقى طلبتنا اليومين دول، عيد النوروز يوم 11 سبتمبر، من هنا اليوم 11 سبتمبر كل يوم نصلي نقول له يا رب ادينا نكون شهود امناء ليك في بيوتنا وقدام شركاء حياتنا، وكون حياتنا ليها نعمه وليها بركه يا رب، حتى ما نكون ايه؟ مثلك، نكون مثله. يقول اذا اظهر، اظهر في السماء في المجد فوق، نكون مثله. فهنكون مثله فوق في السماء في المجد معاه في السماء. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها، أمين.
حد بيسأل هو ليه أنا ماشي كويس طول حياتي ومش بعمل حاجة غلط، ومع ذلك بتعرض لتجارب كتير وحشة وحياتي متلخبطة، واللي بيظلمني وبيسرقني عايش حياته عادي من غير أي حاجة تنكد عليه وهو مرتاح. انت بتصدق ان في حد مش متنكد في الدنيا دي؟ ما بيجلوش اوقات صعبة؟ المرض على الكل، والمشاكل على الكل، والضيقات على الكل. فلكن انا عايز اقول حاجة، وقت التجربة هو وقت للشهادة لربنا. انا اتكلم من منطلق الكلام اللي بقول. يعني ايه؟ يعني لما بتيجي تجربة بتعرض ليها، دي فرصتي عشان امجد ربنا، فرصتي اظهر محبة. اظهر محبة لما حد يعاملني بكبرياء، فرصتي ان انا اشهد للمسيح زي الشهداء اللي اتذبحهم. انا مش هتذبح، يمكن ما وصلش للذبح، لكن هتضع، ولما اتضع المسيح فوق اللي ايه اللي 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 شافني وشايف قد ايه هيعوضني ويباركني زي ما ايه ما رفع الشهداء. ففي المواقف المختلفة نصلي ونشهد لربنا الشهادة الحسنة. حد بيقول لو نذرت نذر ونسيته فترة ينفع ادفع اي مبالغ ولا اعمل ايه؟ اسألي اب اعترافك. ما هو نوع النذر ده، انا جوزي بيزعلني كتير ومش بتأسف ولا بيصالحني، ايه رأيكم بقى؟ لا هي بتتأسف ولا هو ايه؟ ولا هو بيصالحها؟ ده البيت ده بقى في حريق على طول بقى، ها؟ البيت في حريقة كده، لا هي بتتأسف ها؟ ولا بيصالحني. فأنا رأيي إن أنت تصلي ربنا يرشدك إزاي هتتعاملي بحكمة عشان تكسبي. في آية جميلة أوي يقول إيه؟ يقول إن أخطأ إليك أخوك فاذهب وإيه؟ وعاتبه. لو أخوك رجع تبقى ربحت إيه؟ أخاك. كلم لكم كلمة ربحت دي، يعني إحنا همنا كله إن إحنا نربح الطرف التاني، نربحه لحساب ربنا، نربحه لحساب السلام اللي في البيت، نربحه لحساب السلام اللي في البيت. عشان كده لازم اجتهد شويه. يقول طوبى لصانعي الايه؟ السلام. يعني ايه صانعي؟ صانعي يعني انا المنجليه دي عشان اصنعها اجيب خشب واقطعه، وفي تصميم للمنجليه دي هتطلع ازاي؟ ايه يركب على ايه؟ وايه يدق في ايه؟ وهغريه وهرجع لمعه واحطه بالطريقه اللي انا عايزه. مجهود. السلام برضو عايز كده مجهود وعايز تضحيات. عشان كده صلي وقول يا رب الهمني ازاي اربح الطرف التاني، عشان لو ربحته كسبت مكسب عظيم جدا 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 جدا. احيانا الناس تحتمل وتصبر وتصلي وربنا عوضها خير. فاذا عايزه جهاد وعايزه صلوات، مش عايزه ايه ان كده يبقى كويس وخلاص. هيبقى كويس وخلاص ازاي؟ لازم عمل، في عمل حلو. في بيقول كيف يدرب الانسان نفسه الشهاده للرب يسوع وقت الضيقه، وقت المشاكل الضخمه. لو انا فعلا فيا جوه الروح القدس فيا بيعامل فيا، وليا صلوات وليا حب لربنا وليا مخافه لربنا، ثق ان هو هيديني وقت التجربه هيديني قوه. يعني عايز اسال سؤال بصراحه كده، شهداء ليبيا دول تفتكروا كانوا متفرغين للصلاه 7 سنين قبل ما يستشهدوا؟ كانوا قاعدين بيصلوا ليل نهار؟ كانوا قاعدين قدام الانجيل ليل نهار؟ ولا هم بيحبوا ربنا وراحوا ياكلوا عيش، وكان يمكن الصبح يصلوا ربنا يا رب ارحمنا وسامحنا، لقوا وقت يقروا في انجيل بيقروه، بس هم ببساطتهم كانوا بيحبوا ربنا ووقت اتجدلوا يا رب عايزين نعيش معاك ومش عايزين نخونك، وابتدوا يصلوا. فالروح القدس عمل معهم ايه؟ اداهم قوه، وبقت الشهاده بتاعتهم للمسيح واضحه. المسيح ده حنين وده حلو، ازاي نعمل فيه كده؟ ازاي ننكره؟ هنموتكم، موتونا لما تموتناش، احنا شايفين المسيح الحنين دوت، ما نقدرش، العظيم ده القدوس ده متأكدين منه، ما نقدرش ان احنا نقول لكم لا تقتلونا او ما تقتلوناش. فهنا الامانة مع ربنا والحب لربنا، الامين في القليل اقيموا على الايه؟ على الكثير. يعني هم كانوا امناء في حياتهم البسيطة، يمكن في شغلهم، في محبتهم لأهليهم،
في الكنيسة التعليم اللي تعلموها في بلدهم، في القداسات اللي بيحبوها، في محاولتهم رغم انهم ممكن يكونوا بيغلطوا بس يقوموا تاني ويحاولوا يتوبوا ومش عايزين يسيبوا نفسهم في الخطية، وما نقفح في الحاجات الحياة العادية البسيطة اللي بيجاهدوا فيها مع ربنا انهم يصلوا ويقربوا من ربنا. وعشان كده ربنا اداهم وقت الايه الشدة، استأمنهم على ايه على الكتير وخليهم عظماء، وبقت الشهادة بتاعتهم سبب بركة الكثيرين، وقدروا يخوضوا المشكلة الكبيرة ديت والتحدي الكبير بتاع الشيطان ويقفوا قصاده ويكملوا للنهاية لغاية السكينة ما جت ايه دباحت الرقبة كلها، بقى مش تعويرة صغيرة بقى لا. فالشهادة هنا بتاعتهم جت لان هم كانوا امناء على الايه على القليل. فكن امينا على القليل، كوني أمينة على القليل. في إيه النهاردة تعمليه؟ في أصوع ربنا وسامح سامحي، في أحب ربنا وصلي صلي، في إيه أمانة ممكن تعملها النهاردة وتحفظ وصية ربنا عشان الأمين في القليل أقيم على إيه على الكثير. بقيت السؤال بيقول سهل ويسير أثناء الرخاء والسلام والهدوء، ولكن كيف ندرب أنفسنا على ذلك وقت دي؟ صدقوني ما سهل ولا ما فيش أوقات رخاء ولا سلام، صدقوني أنا كل يوم في حرب الإبليس بيحاول يغرينا، على الأقل يغريني أن أنا أمشي زي أهل العالم، زي ما بيدينوا قديم، زي ما بيتكلموا يكلموا، زي ما بيفتخروا وتعظموا كل واحد يرفع نفسه أرفع نفسي زيه. لو أنت أمينة أو أنت أمين تدقق في الحاجات دي هتلاقي ربنا بيكشف لك كل يوم، لا ما تتصرفش التصرف ده، لا ما تتكلمش مع الناس دي زي ما هما بيهدينوا ما تدينش، لا خليك متضع وما تعملش الناس بكبر، لا خليك محب وفوز شوية اللي يغلط فيك، هتلاقوا ربنا بيدربني هو طول ما انا عايش بيدربني ان انا بقى زيه. فلما يجي الوقت الكبير اللي فيه شدة كبيرة، ها لو فرض وحصل جه وقت في شده كبيره هلاقي المسيح جوايا. اذكر قصه بتوع دير ابو فانا، بتوع دير ابو فانا اتعرضوا لارهابيين طلعوا عليهم، وجه منهم ناس يتعالجوا في مستشفى برج مينا، وفاكر روحنا ناخد بركتهم. ففي راهب من الرهبان بتوع دير ابو فانا بيحكي لنا بيقول لنا بيقول ان الارهابيين كان معاهم بنادق والارض فيها زلط، فهم عايزينهم يسيبوا الدير ويمشوا، فبيهددوهم بيضربوا في الارض بالبنادق اللي معاهم خرطوش كده، وهم بيضربوا بالخرطوش اللي معاهم في الارض الزلط بيكسر ويعمل ايه شظايا، والشظايا تنط تدخل في جسمهم، تدخل في عينه، تدخل في وشه، في رقبته، في ايده، زي ما تدخل بقى. فبيقول لي الراهب ده من بقه الكلام ده، الكلام ده اثر فيا جدا، قال لي ما كنتش عارف اللي جوايا قد ايه، لقى نفسه مش خايف، يعني هو كان فاكر ان لما يحصل حاجه زي كده هيخاف ويرتعب وما يقدرش يقف، لكن وقت الجد لقى نفسه ايه مش خايف. بيقول لي وفضلنا واقفين نقول لهم اضربوا اضربوا زي ما تضربوا، وهم واقفين الشظايا بتتنطر فيهم وهم ايه واقفين ثابتين. بيقول لي ما كنتش عارف ان اللي جوايا يغلب العالم ده، اللي جوايا وقت الايه لما اكون امين لربنا ربنا يديني وقت الشده قوه اكتر، الاقي اللي جوايا غلب الايه العالم، الاقي المحبه اللي انا متمسك بيها غلبت الكراهيه، والاقي الغفران غلب. بس هي الفكره احنا قريبين من ربنا ولا احنا بعاد عنه عايزين نشهد له بس بعاد عنه. عشان كده كل ما امسك في ربنا وكل ما اكون امين اكتر واحاول انفذ الوصيه بتاعته حتى لو وصية بسيطة، هتلاقوا ربنا يديني ان انا ايه يبقى شهادتي شهادة حق ومظبوطة، ويديني ان انا اعمل اعمال اعظم واحفظ وصيته اكتر واحبه اكتر واعرفه اكتر، وتبقى الشهادة فيها نمو، شهادة ايه حية وبتنمو كل يوم اشهد لربنا اكتر واكتر واكتر لربنا. فعشان كده ايه ما نخافش ان احنا ايه ان احنا من وقت التجارب لكن نكون امناء فين في القليل. جم ناس كده للمسيح يسألوه قالوا له ان الطريق مش سهل يعني، فقال لهم اجتهدوا ان تدخلوا ايه من الباب ده. يعني اجتهد بدل ما تقولي مش سهل وسهل وتقعدوا تلككوا، بس انتوا اجتهدوا وسيبوا الباقي عليا بقى، ها سيبوا الباقي ايه عليا، انتم عزم بعزم قلبكم
عايزين تشهدوا للمسيح قدام بعضكم بعض وقدام ولادكم، وعايزين في أشغالكم تبقوا أمنا وشهود أمناء للمسيح، ولا مش عايزين؟ لو أنا من عزم القلب وبنية صادقة عايز أشهد للمسيح هيقويني ويديني أنا أشهد له، لكن لو أنا سوري لسه مش حابب سكة المسيح ولسه مش عارف المسيح ولسه الروح القدس مش بيشتغل فيه عشان أنا مش أمين في صلواتي ولا أمين فين في عبادتي ولا أمين للمسيح ومحبته ليا، أبص تلاقي الواحد إيه غلبان وكل ماذا العالم بيجرفه لأنه كده ميت. لك اسم إنك حي وإنت إيه ميت. عارفين السمكة الميتة الطيار يجرفها ويطلعها، مش بتسمعه يقولك حيتان طلعت على الشط، طلعت على الشط أصلها نفقت ماتت فالطيار خدها ورماها على الشط، لكن السمكة الصغنطوطة اللي هي 2 3 سنتي ولا أقل الطيار ما بيجرفهاش لأن هي فيها إيه؟ فيها حياة. فخلي الحياة فيكم تدب فيكم، حبكم للمسيح، عبادتكم، مخافتكم، وبالتالي هتبص تلاقي نفسكم أقوياء وتشهدوا للمسيح قدام ولادكم نمرة واحد، وقدام أنفسكم نمرة 2، وقدام بعضكم بعض، وفي الأشغال بتاعتكم، وفي العيلة بتاعتكم، تشهدوا للمسيح عشان في المسيح في النهاية خالص اللي شاهد للمسيح المسيح هيشهد له كابن له. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها، أمين.